دونك فريق او بلد ما عندوش هذيك كيما نقول لك لي مويان اللي عندهم الجزائر دونك راح يلعبوا باراده كبيره. لوبجيكتيف تاعهم او لا موتيفاسيون تاعهم هي راح يلعبوا مع فريق الجزائر، خاصه مازال ما عنده حتى نقطه منتخب غامبيا. بارك ناو زيد عنده خمس سنوات ما فاش، خمس سنوات ما فاش باللقاء رسمي. دونك ولهذا نقول الفريق الغامبي راح تكون عنده كما يقول لك الرغبه والاراده كبيره جدا باش يفوز على الفريق الجزائري في غامبيا، باش يبين للجمهور الرياضي الافريقي والعالمي بان غامبيا موجوده بلعيبها وباسلوبها وبفلسفتها. نظن هذا هو كما يقول لك الشيء الايجابي عند الغامبيين. وزيد زياده على ذلك نظن الجو راح يكون ملائم ملائم، لان الجو تاع افريقيا خاصه في غامبيا ما راهوش جو حار او الرطوبه عاليه باش نقولوا اللاعبين تاعنا راح يكونوا مستنظمين.